السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور همندي محمود، طبيب أسنان. منذ بداية الثورة يظل يريتوني في عديد من الفيديوهات، الفيديوهات متاعي قريب يوصلوا بس 300 فيديو في شؤون مختلفة. أولا بالطبيعة معناتها المظلمة اللي صارت علي أنا كطبيب أسنان، عمري ما كنت عندي حتى أي مشكلة في حياتي. صار توظيف بنتي، توظيف إجرامي من طرف الوالدة متاعها اللي هي كانت امرأة في قمة الخصة. تقولوا أنتم بتلخيص معناتها بنت حرام، مش بنت حرام، أجرم وأبعد من الحرام اللي تتصوروه في بالكم. دونك كيفاه الملف هذا يا سي وزير العدل اللي هو ولا جبل، واللي كله معناتها تقبيح للشكايات، ومعناتها الشكايه واللي تشكي مسؤول ضد مسؤول ضد مسؤول ضد مسؤول، اللي كلهم متسطرين على بعضهم، وصلنا حتى رئيس الجمهوريه. الملف عندك سي وزير العدل في الوزاره نتاعك، في التفقديه نتاعك، تحت عدد 260 شاب. برا امشي اعمل طلع على الجبل نتاع الشكايات، وكيفاش معناتها محكمه نابل ومحكمه قرنباليا، محكمه السفره ومحكمه السفهاء ومحكمه المجرمين اللي معناتها من 2000 وتسعة وانا نطلب ان القضايا تخرج من قرنباليا، وخليتوني في حلبة المجرمين القضاة السفلة ووكيل الجمهورية السافل متاع قرنباليا الى يومنا هذا، وانا في سجن مفتوح. الناس هذوما اللي باش يلجموا لك صوتك، طبيب اسنان عمره ما كان عنده حتى ادنى مشكلة في حياته، طلب حماية بنته، زوروا كل شيء، زوروا كل التقارير، غيبوه على التقارير، غيبوه على الابحاث الاجتماعيه وعلى النفسيه، وصار توظيف بنت قاصر اللي هي معناتها على هشاشه نفسيه بدرجة أن ما تجمش تقيم الأمور، وأنه الصغير يعطي معناتها طبيعة الثقة في الولي اللي هو معناتها أبوه ولا أمه، وخاصة أمه اللي هي أكثر وقت تقعدوا معاه بحكم أنه البو ينصرف كان للشغل متاعه، وما تجمش تلقى أحقر إنسان أنه تستغل الصغير متاعها باش تلعب كيفاش تقولوا بأمانة الزوج متاعها، وتستجلب منافع بدون وجه حق باستغلال إجرامي للصغير متاعها. دونك بنت الحرام انا سميتها انا قحبه، وهنا تو تسمع فيها مليح منال بن فضل، تقعد مهما يكون التزوير اللي صار والاجرام القضائي اللي صار، تقعد قحبه سي تو، ما تجمش تكون حاجه اخرى. ولهذا بنتي بوك عمره من نهار كذب عليك، هذا تو توجه به لبنتي. بوك عمره كامل كان راعيك، بوك عمره كامل كان لاهي بيك، اللي كان يستغل فيك وكان معناتها يستغل معناتها في الامانه معناتها على الصغار، هي امك اللي كانت بوك يروح من الخدمة تستفزه بأبشع الاستفزازات، أمك اللي حابة تسقطك في 5 أشهر، هذه هي الحقيقة. وبوك دافع على حقك في الحياة، ودافع على حقك في الطفولة كريمة، أنه حتى حد ما يلعبلك بالذهن متاعك. أمك كانت بالمستعني تجي قدام بوك وقت اللي بوك يروح من الخدمة باش تستفز، ما كانتش لاهية بشؤونها المنزلية، ماكلة مدها له قارصة، حوايج وما هيش لاهيت له بيهم، قراها اللي ما تصورش في بالك عامل، مشات تقرا، مشات تقرا، الوغ لا، مشات باش ترشد على الفساد وعلى كيفاش يقولوا على العهر، فهمت؟ حتى الزميلات نتاعها الوثائق كلهم موجودين. نجم نعطيك بنتي ملفات اللي فريمون العرق يولي يصب عليك. بنتي هذا مش راني باش نحقر من امك، انما هذا هو حقي في الدفاع الشرعي. امرأة خانت جميع امانات زوجها، زوجها اللي كان عاطي هم قلبه بالنسبة للبلاد، كان مرتهن حتى المستقبل متاعه، كان كيفاش يقولوا عاطي كل جهده وطاقته في خدمة المرضى متاعه، في خدمة البلاد متاعه، وخانت جميع امانات وقت اللي هو كان في امس الحاجة ان الزوجة متاعه تكون واقفة معاه. أموا تقف معايا بالسكات، أموا تقف معايا كيفاش تقولوا بأنك تقوم بالواجب متاعك، مش تبهد زوجك، ومش تتبلى عليه، ومش تلفق، ومش تجيب كذا. قضية متاع دكتور همندي واضحة وصريحة، عمري ما كنت عندي حتى أدنى مشكلة في مدينة نابل وين نسكن، كل ما هو شهادات زور كانوا نابعين من مدينة سليمان، مدينة العهر ومدينة الفساد. يقول مدينة العهر والفساد خير السفراء متاعكم، كان إمام اسمه ساس الحمروني، الله لا ترحم الوالدين، والله لا كيفاش تقولوا يا ربي تحشروا أعمى يوم القيامة. وكل ما هو المحيط المدرسي، وكل ما هو عضو المنفذين، وكل ما هو سلك الامن وسلك الحرس، اطراف منهم ما نقولش الكل، حلوا التحقيق فيهم. وشنو اللي صار في الدكتور همندي، وكيفاش صار توظيف سفله من سلك الامن وسلك الحرس باش معناتها يرهبوا بنت دكتور همندي، ويرهبوا ابوها باش تولي كل لقاء معاه اللي يبعد عليه 70 كيلومتر ظلما وبهتانا، وما فماش حتى باش بنتي تكون خرجت تخرج من داري بدون موجب.
والاصل في الامور بقاء ما كان على ما كان. العاهره من البنفذ، القحبه من البنفذ، نحكي تونسي راني، ليش مش نحكي لكم بلغه طلاين وكذا. في تونس نقولوا للعاهره نسميها قحبه، دونك هي مش عباره نابيه، دونك هي حقيقه الوضع. حلوا التحقيقات والا اللي ما عجبوش الكلام نتاعي باش يقولوا، اما يسكر فمه واما يمشي حل التحقيق. كي تحل التحقيق وقت تولي بالمجد عبد وتولي راجل وتولي نجم نحترمك ونجم كما نقولوا نقول اللي انت اهل حتى باش تسمع الكلام اللي نحكي فيه. والمظلمه اللي انا نرفع فيها عندي 4 سنين وانتم مجرم يتستر على مجرم. بيان دونك سو كيفي حلوا التحقيق وكان كلامي انا كيفاش نقولوا يطلع غلط وقتها كيفاش نقولوا حاسبوني، اما ما تزيدونيش محنة على محنة. منال بن فضل هي امراه قحبه، نقطه ارجع للستر. ولهذا غير ليس من المعقول وليس من القانون وليس من الاخلاق انه تودع اطفال لدى شخصيات اجراميه بلا حدود، وصلت الاجراميه حتى الى الجريمه الالكترونيه. تسمع فيها تو مليح السي وزير العدل، دونك طبيب اسنان عمره ما كان عنده حتى مشكله في حياته، يتحط في الحبس 9 اشهر، معناتها كل التزاماته الماديه شكون مش يافي بهم، دونك ظلما وبهتانا ويخرج مدمر، معناتها كل التزاماته. كاني مع الضمان الاجتماعي كنت عامل كيفاش يقولوا اسيرونس في، قال لا يقدر تصير لي حاجه، الكلبه بنت الكلب بنت الحرام اللي اسمها منال بن فضل ضمان ليها وضمان الحياه الزوجيه وضمان كيفاش يقولوا النسلي من بعد، تاخذ 215 مليون 50% ليها و25% لبنتي. دونك عملت لها اشتراك في الزوج في الملكيه، اللي تصوروا في بالكم كضمانات الحياه الزوجيه قمت بهم. دونك سو كيفي لوغ لا اذا باش تولي معناتها مؤسسه الزواج هي مؤسسه بغاء مش مؤسسه كيفاش تقولوا زوجيه وميثاق غليظ، ولات مؤسسه بغاء باش تستجلب منافع بدون وجه حق لابتزاز القرين عبر التغرير وعبر كيفاش تقولوا الكذب والبهتان وباستغلال الاطفال. هذا يتسمى عهر وما عندوش اسم اخر بخلاف العهر المادي والحقيقي والمجسد من طرف المدعوه منال بن فضل اللي قامت بالحياه الزوجيه نتاعها على اساس التغرير. منال بن فضل عمرها ما كان في حياتها صار لها اغتصاب في حياتها كما ادعات وقت تعرفت عليها وسترتها. دونك منال بن فضل هي امراه عاهره تمام العهر. حلوا التحقيق ولا تسكروا فمكم. المظلمه اللي صارت على الدكتور همندي عمرها ما تنجم تلقى حتى مثيله ليها. دونك كيفي عطيوني طبيب اسنان عمره ما كان عنده حتى مشكله في حياته 43 سنه حياته تنقلب، اليوم يلقى روحه مبتز طلاق للضرر، انو ضرر اللي عندها العاهر منال بن فضل خرجت من محل الزوجيه، لا ضرر ما عندها حتى شيء، هي اللي ضرت بنتي، هي اللي قامت بفرار بمحظون، هي اللي تسمى كيفاش نقولوا فسدت مع القضاة، وهي اللي القضاة تسطروا عليها، وهي القضاة اللي استجلبوا لها منافع بدون وجه حق، وخرجوا نحاولوا لي بنتي من الرعاية نتاعي وحطوها عند معاهرة بدون أي وجه قانوني. هذا هو الإجرام القضائي نتاعكم يا سي وزير العدل في جميع كيفاش نقولوا اسطبلات نتاع محاكم نابل ومحاكم غرومباليا. ولهذا الملف نتاعي في التفقديه نتاعكم الرقم نتاعو 260 شا الوغ، لا جواب لا تحقيق لا استدعاء. وانا بعد ما قطعوا لي خبزتي تو عندي من 12 فيفري 2010 ملي زجوا بيا في السجن 9 شهور حبس، وكل ما ترتب عنه من عدم نفاذ شيكات بالطبيعة مانيش نخدم معناتها في الحبس. شكون باش يخلص لي الشيكات نتاعي؟ هذه الجريمه التامه اللي حبوا كرسوها على صاحب شهادة عليا دفع عمره كامل وارتهان مستقبله من أجل بلاده. ولهذا الوضعية هذه حتى عماد الأطباء حتى حد لا تدخل في الجريمة المنظمة اللي صارت في حقي زملائي أطباء الأسنان. تعرفوا كلكم كيفاش كما يقولوا تفيوا بالتزاماتكم المادية، كلكم تخلصوا بشيكات. تخيل روحك أنت جمعة برك ما تخدمش الله السنية الكارثية، فما بالك من 2010 من فيفري الى يومنا هذا وانا في سجن مفتوح. ترى فيه نحكيو في الفيديو وكل شيء، لكن في كل لحظه مهدد في اي لحظه بايقاف. وقفوني ساعتين متاع الليل من بيبلينات، دخلوا للبيبلينات وتعرفوا انا ما عادش نتصل من مقر كيفاش نقولوا من داري، على خاطر كانت الاختراقات حتى للكمبيوتر نتاعي باش حتى حد ما يعرف شنو عمق الجريمه القضائيه اللي صارت في حقي. وصاروا قاموا بتزوير حتى دخلوا الموقع نتاعي وزوروا كيفاش نقولوا المحتوى نتاعه. دونك سو كيفي صوتي ملجم في سجن مفتوح، في اي لحظه نجم يصير ايقاف نتاعي بتعلل شنو اهمال عيال، قطعوا لك خبزتك وبعد يقول لك اهمال عيال. هذه هي اجراميه الدوله نتاعكم، وهذا هو التعذيب العقلي اللي كل وكيل جمهوريه كي تشكيله بوكيل الجمهوريه بعد شكايتك الوكيل الجمهوريه ذاته
التشكيل من وزارة المرأة اللي هي تعنى بالطفولة، هي مش تعنى بالطفولة، هي تعنى بالعاهرات، هذه هي وزارة المرأة. شكاية تقدمها لوزيرة المرأة ضد مندوب الطفولة العامة، تبعث لك شكايتك لمندوب الطفولة العامة، دونك لاستماع لتحقيق لوضع تحت اليد كل ما هو آثار للجريمة في طريقها للزوال، اللي هي وثائق، الوثائق هذه ما زالت موجودة. دونك واللي هذا سي وزير العدل، أنت ماكش وزير العدل إذا ما تحلش ملف نتاع الدكتور همندي، وأنا عندكم في التفقدية رقم نتاعه 260 شاب. ألوغ إذا فما بعض الأطراف أنه مش يقوموا كالعادة، وفي العديد من الجرائم من إفراغ الملف نتاعي كيفاش نقول من إثباتات وحجج الجريمة اللي صارت في حقي من طرف القضاء التونسي ومن طرف العاهرة منال بن فضل، وكل ما استجلبته من شهادات زور موثقة واللي هي عندي كلمة يبحثها، ولهذا ما عنديش اختيار إلا أن نحط مظلمتي على الإنترنت. لكن هذا أنتم تعرفوا كأجراء يا سيد وزير العدل، أنه التحقيق حقيقة يقوم على الاستنطاق، يقوم على المكافحات، ومكافحات حينية وآنية، مش بعد عام وقت اللي تتحط في الحبس يعملوا لك مكافحة، معناتها أنت مجرد من كل وسائل الدفاع. هذا شنو العمل القضاء في حق دكتور همندي. دونك سو كيفي التحقيق قائم على استنطاق، قائم على مكافحة، جيبوها لي القحبة منال بن فضل وكل الأطراف اللي دايرين بها، جيبوهم لي الكل وفي مكافحة، واضح ولا؟ وتحطوا تحت اليد كل ما هو اثار الجريمه في طريقه للزوال. ما تصوروش انا تحققت محكمه جرومباريا باش يصير اعدام كل وثائق اللي هما يدينوا كل ما هي امال العطروس القاضيه المجرمه والقضاة اللي معها في قضيه 44980 و 42917 وقضيه 12 16 طفوله مهدئه اللي انا قمت بها. دونك اللي قام بالقضيه هو صار ازاحه نتاعه، ومعناها صار استجلاب كيفاش يقولوا تقارير محاباه على يد العاهره، كي نقول عاهره في المهنه نتاعها، العاهره احلام بالحاج اللي قامت بتقرير محاباه. وتعرف انت سيد وزير العدل انه تقرير محاباه عن طريق خبير عدلي الجزاء نتاعه هو السجن مدى الحياه، تنجم تقراها، التقرير موجود على الانترنت، وكيفاش صار التقرير وكيفاش صارت ازاحه نتاعي من اي كيفاش يقولوا بحث نفسي مع بنتي اللي انا عييت وانا نطلب كيفاش يقولوا في الحمايه نتاعها. دونك واللي هذا بنتي، هذا هو الدوله التونسيه العاهره نتاعك، عملت بوك، وبوك اللي هو تو في سجن مفتوح، وذاك علاش بوك التو مازلت حتى ما تراش، وحتى كي معناتها بخلاف 9 شهور حبس اللي حطوا لي اهمال عيال من بعد، معناتها 9 شهور عملوا لي فرار بمحضون باش عملوا قضيه الطلاق الكل، لصقوا كيما حبوا وزوروا كيما حبوا، وانا مسلوب الدفاعات والمحامون كلهم، واحد يبيع في قضيه نتاعك ويتسطر واحد على واحد. من بن فضل اللي عاهرت مع المحامي اللي قامت بالمراوده نتاعو، هو محامي نافع العريبي، حل تحقيق يا سيد وزير العدل، حل تحقيق يا سي عميد المحامي، اللي انت لعديد من الشكاوي في عديد من المحامين وانت تتسطر عليهم. ولهذا العصابه اللي شد البلاد هذه، والقضيه هذه هنا مش قضيه بترول ولا قضيه غاز، هذه قضيه نسلك. دونك اذا وصلت الدوله تتسلط على مواطن ما عنده حتى ادنى مشكله في حياته، تسلط له على النسل نتاعه باش توليه اداه جريمه ولا مساءله، والشعب الكل يتفرج. الله ما تحكيوليش على البترول، انتم شعب ما عندكم حتى جرام همه، وما عندكم حتى جرام ايمان، وما عندكم حتى جرام دين، ولهذا كما تكونوا سيولى عليكم. دونك اليوم انا، غدوه انت، وغدوه وبعد غدوه انت وانت وانت وانت، وصل سلك المحاماه عبر الجمعيات، وهذا هو المخطط المنظم كيفاش تدمر العائلات باستغلال الاطفال اللي هما لا حول ولا قوه لهم، معناتها تدخلوا لك تدخل تعسفي في حياتك باش يدمروا لك حياتك باستغلال الناس اللي نتاعك، في حين انت كنت منصرف معناتها لخدمه البلاد نتاعك والعمل نتاعك وخدمه المواطنين. هذا هو اش عملوا في الدكتور همندي. ولهذا كل المرضى نتاعي اللي تضروا من سجني 9 شهور، وتضروا اي ما ضرر من اجانب ومن محليين، وخاصه الاجانب اللي وليت ما عادش تسمع عليهم حتى شيء. دونك سو كيفي سي وزير العدل، هذا مش قطع ارحام برك، قطع ارحام وقطع ارزاق، وهذا اجرام منظم، انما تحلش حتى اي تحقيق في وكلاء الجمهوريه نتاعكم الفاسدين. دونك هذا اثبات واقرار من طرفكم انتم انه المنظومه القضائيه نتاعكم هي منظومه لحمايه عصابه تحكم في البلاد، هي مش منظومة عدالة، ما فماش قانون في البلاد، القانون موجود لكنه صوري، وشكون اللي مش يطبقوا المحامين خونة، والقضاة نتاعكم مجرمون، والكل متقارين بقوة السلاح، بعض الشخصيات السافلة في أسلاك الأمن اللي هي تهدك بالسلاح، نفس العملية مستر عليكم يا توانسة في الثروات نتاعنا. دونك
هذه البلاد تباعت شقف وسلعه، خذوا البلاد فون كوميرس عباد وحجر. الله، اذا انتم بيتكم مش تكونوا حجره ما كمش عباد، وما كمش مش معناتها تسندوا بعضكم بعض، ومعناتها وانتم تطلبوا تطبيق القانون، الله مش تكونوا حيوانات. ومبروك عليكم نار جهنم اذا الخيانه ولت وجهه نظر. والسلام.